وخير ما نبدأ به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.